عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا تم خلاله استعراض جهود مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى موقف انتشار الجائحة عالميا وتوفير اللقاحات. وخلال الاجتماع أشارت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد إلى دراسة تناولت تأثير التوزيع غير المتناسق للقاحات على الوضع الاقتصادي عالميا. قدرت الدراسة التكلفة الاقتصادية الناتجة عن التوزيع غير المتكافئ للقاحات عالميا بنحو 4 تريليونات دولار. في سياق آخر، تطرقت وزيرة الصحة إلى دراسة عن التجهيزات والبنية التحتية في الدول الإفريقية، والتي أوضحت أن مصر حققت تقدما ملموسا لمواجهة الفيروس مقارنة بباقي دول القارة. كما استعرضت وزيرة الصحة جهود الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، مشيرة إلى أن مصر تمتلك نظام تطعيمات روتينية فعال ونظام ترصد بيئي لفيروسات شلل الأطفال.